الرسالة رقم 25 التي أرسلها، ولكن هذه المرة لن أنتظر الرد، لأنني قررت أن أكتب فقط لنفسي دون أن أنتظر الرد منك. قد تستطيع هذه الكلمات أن تخفف عني ذلك الفراغ الكبير الذي تركه غيابك وغيابي عن دمشق مدينتي. ما حدا شافه بالأوتيل ولا حتى قريب من هون. بعدين أنت كيف بيخطر لك أنه ممكن يجي على الأوتيل؟ مستحيل يجي لعندي بعد اللي صار. الله يخليكي شادية، إذا إجا قولي له إني عاوزه ضروري. ما تاكل هم. شادي، أنت بتعرف إنه عبد الله هربان؟ إيه بعرف. وحضرت جنابك شو عم تساوي هون بالأوتيل؟ جاي تخبي عن شادية. شو هالحكي هاد؟ ليش أنا عرفان وينه؟ المخلوقة إلى ما يحساب جاي يدفع لها إياه. مشان الله عمران أفندي، ها طلع من البواب شايفني أجدب ولا شاطر ريالتي؟ اسمعوا لك، أنت عم تحكي مع عمران الحرايري، وزمانك متذكر أنا بذكرك. لا لا مالي نسيان، بتذكر بس يعني عدم المؤاخذة، شو بيعرفني إنه أنت سلمته لعبد الله لأنك عرفان بعدين شلون بدك تهربه؟ يا ريت هربته، يا ريت ما سمعت منك وسلمته. بس أخ يعني تتذكر وقتها نحن ما طلع بإيدنا شيء، عملنا هيك لأنه كنا بدنا ننفذ أولادك من الموت. عمران أفندي مشان الله، يعني هريبة عبد الله مو منيحة لا لك ولا إلي، لك هذا بجوز طالع ينتقم مني ومنك. لا أخي، عبد الله ما بينتقم مني، هو عم يدور على صابر لحتى يمسكه، لأن صابر هو الوحيد ممكن طالعه بريء.